عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية. عثمان الفاشر، تشهد إذن غارات جديدة شمال وشرق المدينة أيضا، وهناك غارات على جنوب الخرطوم، وتجدد للمواجهات في مناطق عديدة. لو تأخذنا في رصد لتطورات اليوم الميدانية. داليا، الفاشل ما كان هنالك هدوء كبير بالمدينه يمكن استمر 7 ايام، ولكن منذ الامس بدات الهجمات، خاصه ميليشيا الدعم السريع هاجمت بالطيران المسير مدينه الفاشل، ولكن المضادات الارضيه للجيش السوداني والقوات المشتركه التي تقاد دوار الجيش السوداني تصدت الى هذه الهجمات. ولكن الدعم السريع يحاصر مدينه الفاشل منذ مايو الماضي، حصار محكم تسبب في اضرار كبيره، خاصه في امدادات الغذاء وامداد الدواء وايضا وامداد الطاقه، وحتى على وجود الممرات الامنه للهروب من مدينه الفاشل الى مناطق اخرى ليس بها قتال نسبيا. هذه الهجمات ظلت متواصله، تشهد الساحه هدوء ثم تعاود بمعارك ضاريه ما بين الجيش وميليشيا الدعم السريع والقوات المشتركة في ولاية شمال دارفور، خاصة منطقة الفاشل. أيضا هنالك حشود مرصودة للدعم السريع ربما تتجه صوب مدينة الفاشل لشن هجمات جديدة بغية إسقاط هذه المدينة. في حال سقوط مدينة الفاشل في يد الدعم السريع تكون كل ولايات دارفور الخمسة إقليم، هذا الإقليم الخمسة ولايات داريا، ولاية شمال دارفور، ولاية جنوب دارفور، ولاية غرب دارفور، وشرق دارفور، وسط دارفور. الدعم السريع حتى الآن يسيطر على 4 ولايات ما عدا ولاية شمال دارفور التي عاصمتها مدينة الفاشل. أيضا في مدينة الخرطوم قبل قليل كان هنالك قصف مدفعي عنيف من قاعدة السيد العسكري، هذا القصف مستمر منذ ساعات الصباح الأولى، وأيضا كان هنالك مساء اليوم حتى ساعات متأخرة كان القصف مستمر من قاعدة السيدة العسكرية صوب مواقع وتمركزات لميليشيا الدعم السريع، سواء كان غرب أم درمان أو وسط خرطوم بحري وشمال خرطوم بحري أو منطقة الخرطوم ذاتها. ولكن الجيش بالمقابل يشن هجمات كبيرة على ميليشيا الدعم السريع غرب أم درمان، وأيضا في منطقة الشجيرة العسكرية التي تقع جنوب الخرطوم. الدعم السريع هجومه بالموجات دالية توقف كثيرا، خاصة على سلاح المدلعات وأيضا منطقة القيادة العامة ومنطقة سلاح الإشارة بالخرطوم بحري، ولكن الدعم السريع يحشد بكثافة عدد من الجنود في منطقة وسط الخرطوم بغية الهجوم على مواقع ربما على سلاح الإشارة وربما على سلاح المدلعات. الدعم السريع باقي يسيطر على مقار للجيش كبيرة في مدينة الخرطوم بحري ومدينة الخرطوم، مثل يعني مناطق مثل قاعدة الجبلولية الجوية وأيضا منطقة اليرموك، وأيضا يسيطر في خرطوم بحري على منطقة الدفاعات الصناعية، هي خاصة بالتصنيع العسكري للجيش السوداني. بات الجيش السوداني في مدينة خرطوم يسيطر على القيادة العامة وعلى سلاح المدلعات وعلى مصنع الذخيرة، وفي الخرطوم بحري يسيطر على قاعدة حطاب العملية الميلاتية وعلى سلاح الإشارة ومعسكر العلفون. لذلك هذه المناطق مشتعلة في المعارك ما بين الجيش وميليشيا الدعم السريع، ولكن في مدينة أم درمان الغلبة الكبيرة هي إلى الجيش السوداني. الدعم السريع لم يستطيع إسقاط أي منطقة عسكرية للجيش السوداني، خاصة منطقة فارسين العسكرية ومنطقة أم درمان العسكرية، وهنالك هجمات كبيرة الآن من الجيش السوداني بغية طرد ميليشيا الدعم السريع بالكامل من مدينة أم درمان. طيب عثمان، مدينة الدمازين الواقعة على الحدود السودانية مع إثيوبيا، هناك يبدو حرص كبير من الدعم السريع على السيطرة على هذه المدينة، ما الذي يتوافر لنا من معلومات، ولماذا هذه المدينة التي يحرص الدعم السريع على السيطرة عليها الآن؟ نعم، الدعم السريع دعم على السيطرة على مدن كبيرة في ولاية سنار المجاورة إلى إقليم النيل، فتح شهيته للدخول الى اقليم النيل الازرق، لكن هذا الاقليم محصل تحصين كبير جدا، هنالك قوات كبيره جدا للجيش السوداني موجوده، وايضا هنالك قوات لحركه تحرير السودان بقياده مالك عقاد. مالك عقاد هو نائب رئيس مجلس القياده. هذه المدينه من الصعوبه بمكان
ان يدخلها الدعم السريع او يسيطر عليها. ايضا فصل الخريف بدا في هذا الاقليم، وفصل الخريف يعوق تقدم المركبات القتاليه سواء كان في ولايه سيناء او في اقليم النيل الازرق. لماذا يجعل الدعم السريع للسيطره على اقليم الازرق حتى يكمل السيطره الكامله على وسط السودان؟ الدعم السريع يسيطر على ولايه الجزيره وسط السودان، وايضا يسيطر على مدن كبيره خاصه عاصمه ولايه سيناء مدينه سيجه. في حال دخول الدعم السريع لاقليم النيل الازرق يكون سيطره على اهم الولايات هي مثل ولايه النار ولايه الجزيره واقليم النيل الازرق، ولكن هنالك صعوبه بالغه في السيطره على هذا الاقليم. قائد محور اقليم النيل الازرق عبد الرحمن البيشي الذي لقى مصرعه في ولايه النار قد ايضا يشيل حركه ميليشيا الدعم السريع نسبه لاغتيال هذا القائد المهم جدا للميليشيا، وكان يقود المعارك بمحور ولايه النار وايضا بمحور ولايه الجزيره. لذلك يعني اتوقع الدعم السريع يعني اذا حاول الهجوم على اقليم النيل الازرق قد يمنى بخسائر كبيره جدا في العتاد وفي الجنود. والان الدعم السريع هنالك يواجه مشكله كبيره، محاصر في مناطق في ولايه سيناء مثل منطقه جبل مويه الاستراتيجيه التي يدعى الجيش لاعاده السيطره عليها. في حال طرده من هذه المنطقه تجد صعوبه حتى في الدخول الى مدينه سنار ناهيك عن اقليم النيل الازرق المحصن جدا بمقدرات قتاليه كبيره للجيش السوداني.